السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم مع درس جديد من دروس الفقه الميسر. إن شاء الله هنكمل الصلاة على الميت. هنتكلم النهاردة عن شروط الصلاة على الجنازة. شروط الصلاة على الجنازة هي شروط صحة الصلاة. إيه هي شروط صحة الصلاة؟ اللي هو ستر العورة، استقبال القبلة، عندك إن أنت تكون متوضئ. كل الشروط دي هيها اللي موجودة فين؟ في الصلاة على الجنازة. فهي كأي صلاة يشترط فيها ما يشترط لصحة مين؟ لصحة الصلاة. صفة صلاة الجنازة، أول حاجة لما أنت حضرتك بتيجي داخل علشان تصلي الجنازة لازم يكون عندك أول حاجة النية، وهي ركن في كل العبادات. إنما الأعمال بالنيات، يعني أنا ناوي إن أنا أصلي على من حضر من أموات المسلمين. دي اسمها إيه؟ دي اسمها النية. النية دي اللي بتفرق في العبادات بين إن أنا بصلي صلاة جنازة، إن أنا بصلي صلاة الظهر، إن أنا بصلي صلاة العشاء. أي حاجة من العبادات أنت بتميزها بإيه؟ بالنية. والنية دي بيكون محلها القلب، يعني مش شرط إن أنا أتلفظ به، مش شرط إن أنا أقول نويت أصلي صلاة الجنازة في خلف الإمام مثلا كذا أو على فلان الفلاني، ما فيش اشترط أي حاجة إلا إن أنت بتنوي بقلبك إن أنت هتصلي صلاة مين؟ الجنازة. يبقى ده أول حاجة. تاني حاجة القيام للقادر عليه، إن أنت القيام يعني أنت تبقى واقف للقدر عليه يخرج عندي مين؟ الغير مستطيع، واحد ما يقدرش ان هو يقف، ففي الحالة دي بيكون ايه؟ بيجلس، وده بيكون معذور، بس احنا في صلاة الجنازة بنكون واقفين. تالت حاجة التكبيرات الاربع، عندنا صلاة الجنازة بتبقى كام؟ اربع تكبيرات. التكبيرات دي ركن من اركان صلاة الجنازة، يعني التكبيرات الاربعة ركن، يعني مينفعش ان انت ما تجيبش تكبيرة منه. عندي رابع حاجة، بعد ما انت بتقوم علشان هتكبر فبتقرأ الفاتحة في أول مين؟ في أول تكبيرة، وبتكون سراً مفيش جهر، سواء كان بالليل بالنهار قراءة الفاتحة والدعاء وكل حاجة بتكون ايه؟ بتكون سراً، وتكون سواء كان الإمام أو المأموم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، التكبيرة الثانية بنعمل ايه؟ بنقول الصلاة على النبي اللي هو النصف الثاني من التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ده بيكون فين؟ في النصف الثاني من التشهد بعد التكبيرة الثانية. التكبيرة الثالثة هو الدعاء للميت، بيكون بعد التكبيرة التالتة، تسليم بعد التكبيرة الرابعة، ويكون فيها دعاء لنفسك، دعاء للميت، دعاء للمسلمين عموما، بيكون فين؟ في التكبيرة الرابعة. وبعد كده انت بتسلم اللي هو التسليم بعد التكبيرة الرابعة. يبقى النية والقيام، بعد كده بتكبر أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة بيكون الدعاء للمتوفى والميت، والتكبيرة الرابعة بتدعو لنفسك وللمسلمين، بعد كده بتسلم بعد التكبيرة مين؟ الرابع. خلي بالك عندك من الأحكام اللي أنا أقولها لك دلوقتي، عندي حاجة اسمها رفع اليدين عند التكبيرات. إحنا بنقول إيه؟ التكبيرات الأربعة، يعني أنا بقول الله أكبر. طيب أنا في التكبيرات الأربعة دول أنا برفع إيدي في التكبير سواء كنت إمام أو مأموم، ولا ما برفعش إيدي؟ رفع اليدين عند التكبير الأمر لم يثبت فيه دليل صحيح صريح من النبي صلى الله عليه وسلم بيحدد المسألة، فلما ما يثبتش عندي دليل ففي الأمر يكون واسع. يعني إيه واسع؟ يعني لو لقيت حد بيرفع إيده ما فيش مشكلة، لو حد ما رفعش إيده برضو الموضوع فيه الجواز. يبقى رفع اليدين عند التكبيرات جائز ان انت ترفع، وجائز ان انت ما ترفعش ايدك. عدد التسليم بيكونوا تسليمة واحدة ولا اتنين؟ لو انت بتصلي في الحرم انت بتسمع تسليمة واحدة، لو بتصلي في اي مسجد تاني او بتصلي في اي مكان ممكن تلاقي الامام بيسلم تسليمتين. طب هي تسليمة ولا اتنين؟ تسليمة ده طبعا في الفقهاء بينهم وبين بعض اختلاف في المسألة دي، رأي الجمهور على انها تسليمة واحدة، ورأي بعض الفقهاء ان هي تسليمتين. تسليمتين هو الرأي الراجح في المسألة، ان احنا بنسلم تسليمتين. طب لو سلم تسليمة واحدة برضو الامر جائز. يبقى الامر جائز ليه؟ التسليمة الواحدة دي ان هي الفرض اللي هي الركن بتاع الصلاة، انت بتبقى خرجت منين؟ خرجت من الصلاة.
التسليمة التانية بتكون سنة من سنن مين؟ بتكون سنة من سنن الصلاة. فعدد التسليم سواء كان تسليمة واحدة أو تسليمتين الأمر جائز أيضا. صلاة الجنازة بالنسبة للمرأة، يعني لو في نساء عايزين يصلوا صلاة الجنازة، هل صلاتهم دي وضعها إيه؟ جائزة ولا حرام ولا إيه؟ صلاة الجنازة بالنسبة للمرأة، لو المرأة ملتزمة بزيها الشرعي والحجاب بتاعها وطلع في أماكن مخصصة لها وهتكون في مكان بعيد عن الرجالة، فالأمر جائز. فالأمر إيه؟ جائز. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صلت على جنازة سيدنا سعد بن أبي وقاص، وغيرها من الإيه؟ من الأخبار الصحيحة جواز إن المرأة تصلي إيه؟ صلاة الجنازة، لو كان إيه؟ في ضوابط شرعية مظبوطة. الصلاة على الميت بعد دفنه، في واحد مات، طب انت كنت مثلا مسافر وجيت ما لحقتش مثلا الجنازة وهم دفنوا وخلصوا، ينفع ان انا اصلي على الميت بعد ما دفن؟ ينفع ان انت تصلي عليه والامر جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم في اكتر من حالة النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ناس ماتت بعد ما دفنت. كانت امرأة بتقوم المسجد، بتقوم المسجد يعني بتكنس في المسجد النبوي وقائمة على مين؟ على النظافة. فالمرأة دي ماتت بالليل، فكرهوا أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم، كرهت أن هي في آخر الليل أو كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم افتقد المرأة ما عادش بتيجي، فلما سأل عليها قالوا ماتت بالليل فكرهنا أن نوقظك يا رسول الله، قال دلوني على قبرها، اللي هو الصلاة على الميت بقى بعد دفن. فراح النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على مين؟ وصلى على هذه المرأة بعد أن ماتت بعد دفنها. صلاة الغائب، صلاة الغائب إن أنت بتصلي على من غاب في مكان بعيد عنك، أنت في بلد وهو في بلد ومش هتقدر أن أنت تروح، ففي الحالة دي يجوز لك أن أنت تصلي صلاة الغائب، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت على النجاشي. بعد ما النجاشي مات النبي صلى الله عليه وسلم صف الصحابة صفوف وصلوا 4 تكبيرات على مين؟ على الغائب اللي هو مين؟ النجاشي. آخر حاجة في صلاة الجنازة عايزك تركز فيها قوي، المسبوق في صلاة الجنازة. يعني إيه المسبوق؟ يعني اللي جاي متأخر. واحد دخل بعد ما كبرنا تكبيرة 2 3، المهم إن هو داخل متأخر في صلاة الجنازة. في عندي 3 حالات للشخص اللي داخل وهو متأخر في صلاة الجنازة، خلي بالك معي. أول حاجة، إذا أدرك الإمام بين تكبيرتين هل يدخل فور دخوله أم ينتظر التكبيرة الثانية؟ هو دخل إلى المسجد وإحنا بنصلي صلاة الجنازة، فأنا الإمام قمت قايل الله أكبر، دي تكبيرة مثلا الثانية، فهو لسه داخل، هو ينتظر إن أنا أكبر التكبيرة الثالثة ولا أول ما يدخل يكبر ورايا ويدخل على طول؟ لا، إن هو المفروض إن هو أول ما يدخل زي أي صلاة بالضبط، أول ما يدخل في ركوع في سجود إن هو بيكبر تكبيرة الإحرام، وبعد كده إن هو بيكون موجود معي. إنما في صلاة الجنازة هو يكبر وهيقف ويكون خلاص، أنا هقول التكبيرة التالتة، هقول التكبيرة الرابعة، هو واقف معايا في أول ما يدخل يقول الله أكبر ووقف معي. ده أول مين؟ أول حال. عندي حاجة تانية، إذا أدرك الإمام بعدما كبر تكبيرة أو تكبيرتين هل يبدأ في قراءة الفاتحة باعتبارها أول صلاته ولا يتابع الإمام في الايه في الترتيب بتاعه؟ يعني هو دخل إلى المسجد وأنا قلت الله أكبر التكبيرة الثانية، فقلت إيه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، دي الصلاة على النبي في التكبيرة الثانية. طب هو لما دخل فقال الله أكبر، دي أول تكبيرة بالنسبة لمين؟ للي داخل. يعني يتبعني بقى، يعني يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللي هو يقرأ سورة الفاتحة؟ لا، هو يقرأ، هي بداية الصلاة بتاعته إيه؟ اللي هي قراءة سورة الفاتحة. الترتيب بتاعه يكون ترتيب اللي داخل عليه، الأول قراءة الفاتحة بعد كده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في التكبيرة الثالثة، في التكبيرة الرابعة برضو بيبدأ منين؟ من بداية قراءة الفاتحة، وبيرتب هو علشان هو لما هيخلص هيكمل بقية الصلاة. آخر حاجة، إذا سلم الإمام وقد فاته بعض التكبير هل يسلم مع الإمام أم يتم ما فاته؟ لو واحد دخل وهو في التكبيرة الثالثة الله أكبر، دي التكبيرة الثالثة، فهو بدأ الله أكبر وبدأ يقول الحمد لله رب العالمين، أنا قلت التكبيرة الرابعة فقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، فلما خلصت أنا كده خلصت التكبيرة الرابعة بتاعتي أنا كإمام،
فقمت قايل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وخلصت الصلاة. هو يعمل إيه؟ يخلص يسلم ولا يكمل صلاته؟ يكمل صلاته. يعني الناس حتى لو بدأت تنصرف هو في الحالة دي بيعمل إيه؟ بيكمل. بعد ما الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما يسلمش، يوم قايل الله أكبر ويكمل التكبيرة الثالثة بتاعته اللي هو الدعاء للميت. طبعا ما بيطولش، وبعد كده بيقوم الله أكبر التكبيرة الرابعة، وبعد كده بيدعو لنفسه، بيدعو اللهم لا تحرمنا أجره، اللهم لا تفتنا بعده، واغفر لنا وله وللمسلمين، وبعد كده يقوم إيه؟ وبعد كده يقوم يسلم. كده هو تم مين؟ الصلاة. ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ده في كل مين؟ في كل الصلوات. يبقى عند النهاردة ثلاث حالات للمسبوق في صلاة الجنازة. لو أدرك الإمام بين تكبيرتين يدخل على طول، أول ما يدخل الصلاة يدخل ورا مين؟ يدخل ورا الإمام، ما يستناش التكبيرة اللي جاية بعد مين؟ بعد ما الإمام كبر. إذا أدرك الإمام بعد تكبير، بعد ما الإمام كبر تكبيرة أو اتنين، يبدأ في قراءة الفاتحة بالنسبة له، يبقى لا يتابع الإمام في إيه؟ في صلاة الإمام، في قراءة الإمام أو الإيه؟ الحالة اللي هو الإمام موجود فيها، إنما يبدأ بترتيب الصلاة بالنسبة له بقراءة الفاتحة، وبعد كده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سلم الإمام وقد فاته بعض التكبير، هل يسلم مع الإمام؟ لا، ما يسلمش طبعا، لان لازم يتم مين؟ يتم الصلاه، لان الاربع تكبيرات ركن من اركان الصلاه. لو سلم فالصلاه بتاعته بتكون باطله او غير صحيحه. اسال الله الكريم الحليم ان يفقهنا في الدين، كما اساله سبحانه وتعالى ان يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبتم يا اهل القران، ولو في اي استفسار او اي سؤال مش واضح في الكلام تقدر ان انت تكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله نرد عليكم، وان شاء الله نلتقي على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.